ياسمين، قولي لي صاحبي الاول، يعني عشان احنا برضو شغلنا وبنحط ميك اب وكده، فالحاجات اللي هي دايما الجديده بتستهوينا، وفعلا زي ما قالت عبيده ان احنا بنحاول ندور على البراندات المضمونه طالما بنحط ميك اب كتير. والحقيقه ان الستات كلها بقت تحط ميك اب، يعني حتى ولو تاتشات بسيطه. فكره استخدام مواد طبيعيه للميك اب جات لك منين؟ لا بصي، هي مراميه او عندي ماتشنج ما بين الكوزماتكس ما بين حاجات السكين كير. اوكي، الفكره جات لي منين؟ طول عمري طبعا كهوايه زي ما بتقولي كده، بحب قوي جنب شغلي بنزل صوب، بس بحب قوي الحاجات الطبيعيه. حريصه جدا ان مع استخدامنا وغسلنا ميه الورد لازم بدل التونر والحاجات دي، طبعا كويسه وغيرتي وكل حاجه، بس يعني ميه الورد بتاعتنا بطريقتها المعتاده تتعمل على البخار طبعا افيد الف مره. فلما جيت فاكرين وقت الكورونا وكلنا قعدنا في البيت شويه، بدات في الوقت ده بدات في الوقت دوت، كان سمول بيزنس يعني، كانت فكره وكانت هوايه وكانت تسليه. بعد كده بدات تبقى تعجب اللي حواليا، بدات تعجب الناس. طب خلاص واي نوت انها تبقى بيزنس. اصلا كنت مذاكراها شويه، بحب قوي كل ما اسافر اشتري اجيب البهارات الاعشاب التوابل. احنا شفنا في التقرير ان انت كمان يعني بتجري ورا الحاجات الطبيعيه سواء كانت في مصر او بره مصر، سواء في الاكل او في، عارفه، في انت اساسا شغلك ايه يا اسماء؟ ماركتنج كونسلتنت. اوكي، بس بعد كده طب كويس، يعني اكيد استفدت. وبعدين هي انت عارفه هو ده عالم تاني، يعني التوابل والاعشاب والزيوت الطبيعيه ومجالات التجميل والروايح، دي ده مجال تاني. بس بداتيها تعمليها بايدك ولا كان في حد بيساعدك؟ لا، هو في الاول بقى كنت انا وبنوتي وبداناها بس كده، في البيت، مشروع صغنطط قوي. بدأوا الأصحاب، بدأوا المعارف، طب في ماراتولين، طب في تعالي هنا، طب عاوزين مجموعة ككادوك، عايزين حاجة، طب بدأت. وطبعا دراستك الماركتينج ساعدتك في المشروع. لا بصي، لما بدأت تلفت النظر بدأت الناس تحبها، وبدأت وانت جايبة العطور دي منين، انت جايبة الزيوت دي منين، انت بدأت بقى كده. فقلت لا هوقف بقى، نبتدي نشتغل مظبوط، نعملها ليجل طبعا. عملنا طبعا زابل ستادي كده صوانطوطة، هنبتدي نشوف ادرس بقى. المنتجات الطبيعية دلوقتي بقت توجه عالمي، مش احنا بس اللي بنتكلم فيه. المنتجات الطبيعية سعرها طبعا ريزنبل جدا زي ما حضرتك كنت بتتكلمي. الحاجات التانية دي اسعارها فظيعة. وبعدين مع الوقت انت عايزه تعلي، يعني انا مثلا في سن 20 كنت بجيب بلس 30 عشان يديني الشكل الاكتر، في 30 بقيت بجيب بلس 40 وهكذا. طب ما انا دلوقتي وصلت لسن، لا ما مش هينفع، هتجيبي قد ايه؟ عشان وبعدين هي بتديكي اللي انت عايزاه وفي وقت سريع جدا وتبقي مبسوطه. بعد شويه بتضيع الاثر. الفرق بقى ما بين منتجاتنا الطبيعيه وما بين حاجات دهيت او سواء اي حد بيشرب منتجات طبيعيه، ان بتتاخر شويه بس على اللونج ران بتديكي اللي انت عايزاه. طبعا. خليني اتكلم شويه معاكي عن فكره برضو يعني انت قول عشان الناس اللي بتسمعنا تكلفه المشروعات، يعني لاي واحده دلوقتي بتسمعنا في البيت، يمكن كورونا كانت سبب، يعني احنا كل ما بنجيب حد لو تلاحظي من بيطلع بدا في وقت المشروع صغنون، هو بدا في كورونا. لكن خلينا نتكلم ان الناس بتبقى متخوفه، هو انا هعمل ايه؟ هروح فين؟ اقول لمين؟ مين يعني؟ ادينا كده برضو البدايه زي ما انت طيب. قلتي ازاي عدستي تعملي؟ خلينا نقسم المشروعات كذا كاتيجوري. اوكي، احنا خلينا نتكلم انا او غيري او من الستات او اللي حوالينا، نقول انها مشروعات صغيره او متوسطه. اوكي، الدوله اولا بتشجع عليها جدا 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 صحيح. جدا وفاتحه ليها مجالات غير طبيعيه. اوكي صحيح. هتكلم عني انا. أوكي. انا مشروعي كان عباره عن ان انا اعرف، كانت الفكره جايه انه انا اديكي منتج طبيعي 100%، يعني لو حطيتي ايدك عملتي التيست ما فيهوش اي ضرر. أوكي. ما فيهوش اي مشكله. اوكي، طبعا انا يعني حابه شويه وفاهمه شويه في مجال الاعشاب الزيوت، فبدات اتوجه ده.